من ضمن الأمور اللي توقفنا فيها أو اختلفنا فيها، بس الاختلاف المرة دي ما كانش مع حضرتك، كان مع السادة المشاهدين. لما جاني اتصال وأنا قلت الكلام ده على الهوا، حد بيكلمني على عرض زوجته، فقلت له أنت قطعت تذكرة للنار. فبدأت الناس تحدثني أنت بتحكم بجنة وبنار. لا، أنا ما بحكمش بجنة وبنار، إنما أنا بكلم المتصل من باب إرهابه بعظم جرمه، وده مهم جدا. إرهابه بعظم جرمه أرهبه من عظم الجرم، أرهبه من عظم الجرم. ليه أرهبه يا ست دعاء من عظم الجرم؟ لأن النهاردة إحنا لو قاعدين مع بعض، وأحكي لك موقف جميل قوي في عجالة. مرة من المرات ليا جماعة تجار حبايبي كده وصحابي، فقعد في وسطهم فبدأوا يتحدثون في بعض الأمور، فأنا كل شوية أقول لهم يا إخوانا حرام، يا إخوانا اتقوا ربنا، يا إخوانا مش عارف إيه المهم. فطبعا لحد ما انتقلوا من الكلام خلاص، سابوا محمد ودعاء وإبراهيم وحسين وبيتكلموا في التجارة. فقول لنا بقى يا شيخ، ده ربا ولا مش ربا؟ فانا ضحكت قوي، فقالوا يعني انت بتستهزئ بينا؟ قلت لهم بصراحه صحابي يعني. فقالوا ليه؟ قلت لهم عشان انتوا سبتوا ابشع انواع الربا ومسكتوا في ايسر انواع الربا. فطبعا الكل اتعدل وقالوا لي ايه؟ قلت لهم ما انتوا من شويه كنتوا بتتكلموا في محمد وفي حسين وفي دعاء وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، والكلام ده بقوله لكل الناس عشان يسمعوني، بما اننا بنتكلم عن الحساب اليسير والحساب العسير. سيدنا النبي يا ست دعاء بيقول ان من اربى الربا، ان من اربى الربا استطاله المرء في عرض اخيه المسلم. طيب خد الحديث الثاني ده اللي ربما انا وانت لاول مره نسمعه. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول الربا 73 بابا. الربا كم باب؟ 73. ايه ايسر انواع الربا ده يا رسول الله؟ ايسرها النبي اداله مثل عجيب قوي، ان ينكح الرجل امه. يا ساتر. ايسره ده حديث صحيح؟ والله العظيم. ايسره. لا انت مش معايا النهارده. معاك بس يعني مخضوضه. ايسروا. عارفه يعني ايه ايسروا؟ اسهلوا. امال ايه اعظموا؟ اعظم من ان ينكح الرجل امه، اما ده ايسروا. وان اربى الربا عرض الرجل المسلم. وفي حديث ثالث للامانه في سنده ضعف، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ان قذف المحصنه يهدم عمل 100 سنة. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بقول الكلام ده ليه؟ بما اننا بنتكلم عن اهوال القيامة والحساب اليسير والحساب العسير، حضرتك ممكن تكون راجل من اهل البر والاحسان والجود والاكرام، وتمنع على باب الجنة من دخولها. ليه؟ بسبب كلمة انت قلتها في حق زوجتك ظلما وزورا، او في حق امرأة غير زوجتك. خدوا بالكم الكلام ده كويس قوي، الكلام ده خطير. فالنهارده لا اتكلم بكلمه في عرض ما دام ليس لدي دليل. القران الكريم حط امرين، لو انا هقذف زوجه غير زوجتي، امراه اجنبيه عني، ده مطلوب له 4 شهود، والاربع شهود يكونوا عدول، ويؤسفني من غير ما تزعل ولا تهاجمني إن أقول لك عاقمت نساء الأمة أن تلد في عصرنا 4 شهود عدول وفق الشريعة الإسلامية، اللهم إلا ما رحم ربي. لو جبنا الشروط وطبقناها مش هنلاقي شاهد عدل، والأربعة لو نقص واحد الأربعة يتحدوا حد القذف والمرأة تبرأ. خلاص. طيب اللي بيقول كلمة على أي امرأة وما عندوش دليل، ممكن ربنا أقول مش حاجة؟ أنا. نعم ممكن أقول حاجة؟ اتفضلي يا فندم. 4 شهود عدول دول هل ما ينفعش يعادلهم رسائل
واتساب، يعني في حاجات دلوقتي بقت نقدر نثبت بيها غير زمان. كويس. زمان ما فيش لا في كاميرات ولا في تصوير ولا في رسائل ولا في حاجات ممسوكة كانوا يقدروا يمسكوها، كان راجل بيشوف واحدة ويلتقوا ويمشوا وخلاص. وحقيقي. ما فيش بقى كاميرات فوق في العبنايات فيشوفوه هو داخل، ما فيش، يعني أقصد إنه في دلوقتي حاجات ممكن تبقى إثباتات تاخد بيها المحكمة أو ياخد بيها حد، أو زوج مثلا يشوف بنفسه أو يشوف كاميرا أو يشوف حد بيصور لحد الست تبقى مش، أنا بقول لك يعني البدايل بتاعت 4 شهود عدول، 4 شهود عدول دي كان في وقت ما كانش فيه كل هذه التقنيات. أحييك. وفي كلما كثرت التقنيات كلما كثر الفساد. ليه بقى؟ لأن أقول لحضرتك على موقف بسيط قوي. من فترة ليا صديق صدوق ذهبت من موبايلي رسالة لزوجته غاية في القذارة. فالراجل استعجب ازاي الشيخ محمد ابو بكر توصل رساله من الواتساب بتاعه كده. فالراجل بادب شديد اتصل بيا، ممكن اقابلك؟ قلت له اتفضل. فاول ما قابلنا قال لي اديني التليفون بتاعك. قلت له اتفضل افتحه. فتحته ففوجئ ان معلوش واتساب، وفوجئ ان الواتساب بتاعنا مسروق، حد واخده ومدخل الباسورد واشتغل. خلي بالك. فادي اول رد. طبعا بيحصل الحاجات دي. النقطه الثانيه، سهل جدا ان انا اركب وش الاستاذه دعاء على اي حد بتقنيات. من يفتي في هذا؟ النيابه العامه، مصلحه الطب الشرعي. يبقى انا هرجع لاقول الامر. يبقى انا هرجع لايه؟ لاقول الامر. دي نقطه. النقطه الثالثه، الاصل في المسلم الستر. الاصل في المسلم الايه؟ الستر. ان يستر مش أن يفضح. الأمر الرابع، طب اللي بيسجلوا لجوازاتهم ويسجلوا لمراتاتهم ويحطوا كاميرا ويحطوا مايك. أنا لسه أقول لك حاجة، امبارح حد قاعد معايا في المسجد عندي، وبعدين بيكلم حد كلام عادي خالص، فبيفتح السبيكر عشان أسمع، فقلت له اقفل، دي خيانة لله ولرسوله ولهذا الرجل. خدي بالك، مجرد انت بتكلمي الشيخ ابو بكر وقاعده معاك الاستاذه منى وقاعده الاستاذه رانيا، فانت فتحت السبيكر بس عشان تسمعي، لازم ترجعي لي تستاذنيني وتقولي لي يا شيخ انا هفتح ومعايا فلانه وفلانه. خدي بالك. يبقى اذا لا يجوز التسجيل، دي خيانه لله ولرسوله ولهذا المسلم، لان المجالس بالامانات. طب ايه الخيانه الابشع؟ ان هو يسجل واحده اوريدي خاينه، ولا ان هي تخون؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي هو شاكك فيها او هي شاكه فيه، ما هو اللي بيحصل كده ان هي هتموت، هتتجنن، شايفه حاجات ومش عارفه تثبتها. كويس. فتقوم حاطه بقى، ما اعرفش بيعملوا ايه والله، بس بيكلمونا. يعني تقوم حاطه في الموبايل، في العربيه، تقوم حاطه. ايه الابشع؟ هل انها تسجل علشان تفهم الراجل ده بيعمل من وراها ايه ابشع، ولا اللي هو بيعمله ابشع؟ هقول لحضرتك كلمه كويسه قوي، من كان في ستر الله لا نفضحه، دعوه حتى يهتك عنه الستر، دعوه حتى يفضح الله أمره، لكن إحنا نساعد في فتح الأمر؟ لا. وإحنا نكون معول هدم؟ لا. وعشان كده أنا بتكلم في إيه؟ في خطورة الأعراض.